وللحديث عن الصراع السياسي في العراق وتصريحات هادي العامري وحديثه عن التضحية لإنهاء حالة الانسداد الحاصلة بين شركاء العملية السياسية، معنا من مالمو السيد لبيد الصميداعي عضو التحالف الوطني المعارض. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أولا، في أي سياق يمكن فهم تصريحات هادي العامري؟ هل هي بدافع الحرص على العراق بالفعل كما يروج، أم أن خلفها دوافع أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تصريحات العامري تؤكد بكل وضوح أن همه الأساسي يتمثل في الحرص على بقاء العملية السياسية، على بقايا على قيد الحياة. فالعملية السياسية بالنسبة للعامري وأمثاله هي غاية وليست وسيلة لتحقيق مشاريع أو خطط خمسية إلى آخره. لم تمر حالة العراق منذ 20 عاما بمثل هذه المسألة، مسألة التخطيط والخطط الخمسية والمشاريع إلى آخره. كل ذلك معطل. كل ما هو ما تحقق في العراق هو عملية نهب، يعني منتظمة لخيرات العراق ولأموال الشعب العراقي. إذن فهي غاية بالنسبة للعامري وأمثاله. العملية السياسية غاية من أجل الإبقاء على المحاصصة الطائفية، باعتبار المحاصصة هي التي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية. والمحاصصة كما نعلم هي الضامن لاستمرار تقاسم خيرات البلاد ونهبها من قبل شركاء العملية السياسية. العملية السياسية من ناحية أخرى من منظور الشعب العراقي أصبحت ميتة سريريا، وكل محاولات نفخ الروح فيها لن تجدي نفعا. ومسألة الانهيار التام لأركان هذه العملية والأحزاب المشاركة فيها يعني مسألة أصبحت مسألة وقت، ولن يطول الزمن بعمر هذه العملية. والانهيار قريب وقادم والتغيير قريب وقادم. وهذا يدفعنا للسؤال سيد لبيد عن نظرة العراقيين إلى تصريحات العامري وسط الأزمات المتراكمة في البلاد والتي استعصت على الحل، بل لا توجد إرادة لحلها. نظرة العراقيين عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة التي سميت انتخابات مبكرة، وما هي مبكرة؟ يعني أصبحت الزمن يمر، وأصبحت بالحقيقة ما يعني ما نحن نقترب على الدورة الاعتيادية للانتخابات. أولا، من ناحية أولى، أولا أكثر من 80% من الشعب العراقي قاطعوا الانتخابات، كانت مقاطعة غير مسبوقة لهذه الانتخابات، ونسبة المشاركة أقل من 15%. فهذه لا يعني هذه رسالة واضحة بالنسبة للشعب العراقي، واضحة للعامري ولغير العامري. حتى الذين فازوا بالانتخابات بين هلالين هم فازوا بالحقيقة بحدود نسبة فوزهم من 15%. يعني إذا فالمقاطعة الكبيرة بالإضافة إلى الهزيمة المرة التي مني بها ما يسمى جماعة الإطار التنسيقي تعد صرخة واضحة بأنكم غير مقبولين بالنسبة للشعب العراقي، وانتهى وجود ويجب أن ينتهي وجودكم فيزياويا وسياسيا، ويجب أن ترحلوا من هذا البلد الذي عدتم فيه فسادا ونهبتم خيراته. هذه هي رسالة الشعب العراقي لكل شركاء العملية السياسية. تمام سيد لبيد، إلى ماذا تدل أو على ماذا تدل هذه التصريحات أو هذا التصريح للعامري؟ هل يشعر أصحاب أو أرباب العملية السياسية بأنها باتت مهددة، وبالتالي كما تفضلت في الإجابة عن السؤال الأول هناك تخوفات داخلية أصبحت لديهم يعبرون عنها بمثل هذه التصريحات؟ أكثر من سبب الذي يدعو ويجعلهم في حالة خوف وفي حالة رعب مما يجري في على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي. نحن نعرف بأن الإطار التنسيقي متهالك من أجل أن تكون هناك توافقية، حكومة توافقية كسابقاتها، يعني يتوافقون من أجل اقتسام خيرات العراق يعني ونهبها فيما بينهم. هذه من ناحية. لذلك فهذا الخوف انطلاقا من هذه المسألة هو نابع من كون أنه في حال أنه تشكلت حكومة أكثرية فإنهم سيفقدون الجزء معظم نفوذهم في الدولة، وبالتالي سيحرمون من كثير من المكاسب المادية والنفعية والنفوذية.
اما المساله الاخرى التي هي على خلفيتها تصدر مثل هذه التصريحات من خصوصا من العامري ومن جميع عملاء ايران، فما يجري حاليا من في داخل ايران، في ايران نعم. في داخل ايران هناك ثوره ملتهبه وتهدد في اسقاط النظام في ايران، ونحن نعلم بان سقوط النظام في ايران سيجعل انهيار هؤلاء هذه الاحزاب مساله وقت، واعتقد ان الاحزاب تفكر الان في حزم امتعتها ومغادره العراق بمجرد انهيار النظام القائم في ايران، لانهم يعتاشون على هذا النظام ولا يمكن ان يصمدوا في داخل العراق في ظل غياب النظام الايراني الذي يشكل امهم الحنون. تزامنا مع تصريحات العامري، كشف عن وثيقه لانضمام عناصر من الحشد للجيش والكليات العسكريه. هذه الوثيقة إلى أي مدى تدين قادة الأحزاب والميليشيات الموجودة في العراق بأن هناك محاصصة في كل شيء حتى في أعداد وأسماء من يدخلون تلك الكليات العسكرية؟ هذه الوثيقة بالحقيقة يعني نحن يعني هذه الوثيقة لا يعني ليست دليلا، لا نحتاج إلى دليل على أن كون الأحزاب السياسية تريد أن تنقل المسألة المحاصصة والتقسيم الطائفي إلى المؤسسة العسكرية، لأنه هذا بالحقيقة واقع راهن موجود يعني، لكن الوثيقة يراد منها بالحقيقة تعزيز هذا الواقع وتعميق هذا الواقع وتوسيع مساحته. هذا من ناحية، من ناحية أخرى يعني الوثيقة صادرة من رئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الذي هو الكاظمي. الكاظمي بالحقيقة لديه طموح جامح إلى تجديد ولايته كرئيس مجلس الوزراء، وكان إلى فترة ليست بعيدة كان يراهن على أن يكون مرشح التيار الصدري للتولي رئاسة الحكومة، إلا أن التيار الصدري تبنى جعفر الصدر كما نعلم لهذا المنصب، وهذا ما جعل الكاظمي يغازل، دفع بالكاظمي إلى مغازلة الإطار التنسيقي. فلذلك يعني الكاظمي عندما يفتح أبواب المؤسسة العسكرية على مصراعيها أمام منتسبي الحشد فذلك ينطوي طبعا على منافع كبيرة مادية وعسكرية ونفوذية لصالح جماعة الإطار التنسيقي الذي هو بالحقيقة إطار حشداوي بامتياز يعني في جوهره. نعم. ما يصدر مرسوما كهذا يريد إيصال رسالة إلى قادة الإطار التنسيقي مفادها بأن بقائه كرئيس للوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة يشكل ضامنا لديمومة هذا الامتياز منتسبي الحشد، وبخلاف ذلك فإن ذهاب المنصب إلى شخص آخر سيجعل هذه الوثيقة بالحقيقة أشكرك مجرد. نعم أشكرك من مالمو لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، شكرا لك.